عدد ركعات صلاة التراويح. ومالك الشافعي وأحمد رضي الله عنهم وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. تثرى عن السلف أن منهم من كان يصلي 40 ركعة، ومنهم من يصلي 30، ومنهم من يصلي 20. فقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. هكذا كان الحال في زمن عمر في أول الأمر. الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب 23 ركعة. كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الروايات، ولم يرى فيها أي تعارض، فزادوا الركعات وخففوا القراءة، فكانوا يصلون 20 ركعة غير الشفع والوتر، ويقرؤون بقراءة متوسطة. والصحابة هم أعلم الناس بشرع الله، وأعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر الخلاف في الزمن الحالي حين تكلم بعض المعاصرين عن هذا الأمر، وذهب إلى بدعية الزيادة.